ورجعت لكم في انطباع اشيو توتورا خلونا نبدا <متصفيق> أنمي رهيب ومبدع انتهى الانمي ومعطينا امل انه في له جزء قادم اتمنى اني اشوف عنه اخبار قريبا واجيب لكم اخبار عن انميات قادمه من الاشياء اللي وقفت مثل ون بنش مان والحين عندنا اوشيو توتورا انمي صراحة بقيمة لك بالكامل قبل لا اقيم حلقاتها الاخيرة الانمي من كل ولا حد يزعل مني صدقوني انا وبكامل قواي العقلية وبكامل قواي العاطفية اقول لك الانمي هذا عشرة من عشرة في الانميات القصيرة ليه؟ لانه جامع لي رسم قصة كوميديا اكشن عاطفة العاطفة يتلاعب فيني بحلقة في واحدة يخليني اضحك وابكي انمي رهيب وعاجبني فينا من الاولد كلاس يعني من الاشياء الكلاسيكيه الاشياء القديمه دمجين لك قصه مع رسم قديم مع مؤثرات حديثه شيء خيالي شيء خيالي صراحه اذا انت ما شفت انمي اوشيو توتورا انصحك تروح تشوفه تحت الفيديو هذا في مربع الوصف في رابط منتدى جوجل بلس الخاص بقناتنا تدخل هناك راح تشوف روابط تحميل الانمي هذا او مشاهدته تقدر تدخل تتفرج عليه اذا انت ما شفته وقف الفيديو هذا راح شوف اوشيو توتورا وخذها مني وانا بكامل قوتي العقليه والعاطفيه اقول لك راح يذهلك اما اذا انك شفته او ما يهمكش بقول الحين ولا يجي حد يجيني يقول لي حرقت كمل معاي حلقة 23 حسيت حلقة فلو وتمطيط لكن بعدين جابوا انهم يوضحون لك كيف تورا يتعايش مع البشر عواطفهم كيف انه قاعد يقول حق هذه خليك مثل الوحوش روحي خذي اوشيو لك لكنها ترفض لانها تضحي بمن تحبه اكثر وكيف كيف الوحوش يبون يفهمون ليش البشر يموتون وهم يبتسمون هنا احنا نقول لك اهم شحوها بطريقتهم لكن انا ابي ارشحها لك بطريقتي الرضا الانسان يموت ويبتسم اذا وصل الى مراحل الرضا، لما توصل الى مراحل الرضا دينيا، نفسيا، اجتماعيا، وقتها بتموت وانت بتسم هذه افضل رساله وكل دين يوصلها باسلوبه واحنا لنا اسلوبنا، ما يهمني الكلام هذا، الحين جينا بحلقه 24 وعندنا حلقه 25 ابداع، دخلوا طرف جديد في القصه، العلماء العلماء يبون يكتشفون طريقة يقضون بها على هاكومينو مونو طبعاً زي ما قلت لكم في أكثر من حلقة من قبل هاكومينو مونو هو الشيطان ذو التسع أذيال ودائماً يمازله بشكل ثعلب حتى هنا جايبين شكله فوكسي شوي يعني كأنه ثعلب هذا من الأساطير اليابانية القديمة مش مأخوذ منه هو بحصر على بوكيمون لا وجود الثعلب ذو التسع أذيال كوحش وشيطان هذا منتشر في الثقافة الآسيوية بشكل عام مو بس الثقافة اليابانية هنا وسعوا أكثر هم قالوا أن إنه مونو جاي من برا اليابان والصين والحين جابوا لك الوحش هذا اللي اسمه بال اللي هو متجسد جايبينه من أوروبا العالمة هذه من اسمها هيلينا فانكوف أعتقد أو إيفانوكوف هيلينا إيفانوكوف هذه برضو واضح أنها روسية مما يعني راح ندخل في تصارع حضارات تصارع ثقافات قوي في سيزن الجاي لا تنسون ان هذه اللي كانت تجسيد الهكم نو جايبين انها بجاية بعض من اوروبا وجاية يطبق السحر الاسود شيء خيالي راح يدخل روحانيات اسيوية على السحر على قتال وفي الاخير الانتصار يكون بشيء قالوه في الحلقة هذه ما تحتاج السحر ما تحتاج الشعوذة ما تحتاج الشياطين الثقة قالوا كلمة خيالية في الحلقة هذه خلاص الكلمة هذه توصف لك نوتو توصف لك ون بيس توصف لك فيري تيل توصف لك الجميع الكل شرحها بطريقه فيري تيل سماها قوه الصداقه ناروتو سماها لن يستسلم عن طريقه ون بيس شرحها انها الكنز والنكمه وما الى ذلك والدافع والعزيمه والهكي لكن هنا شرحوها علاقه رهيبه سر القوه واحد رفيق تثق به قوه الصداقه في فيري تيل اثنين عدو قوي تريد ان تهزمه بليتش ايتشيجو مع ايزن سوسكي ايتشيجو دائما نشوفها تحت لكن لما نشوف العدو خارق قوي قدام تشوفون ايتشيجو يتفوق يتفوق, يتفوق 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 ثلاثه وجود من تحبهم وتريد ان تحميهم موجود في ناروتو، موجود في فيري تيل موجود في بليتش موجود في اوشيو توتورا موجود في ون بيس الثلاث اشياء هذه ما لها علاقه بانمي معين صدقني لما يكون عندك رفيق تثق به نسميها احنا الفزعه نسميها الظهر نسميها السند نسميها الاخوه يسمونها قوه الصداقه يسمونها رفيق النكمه يسمونها الطاقم يسمونها اللي يسمونها الثاني عدو تريد القضاء عليه عدو قوي مثل ما نشوفها في دراغون بول مثل ما نشوف كذا مكان وبعدين الناس تحبهم تريد تحميهم صراحه الكلمات الثلاث اللي قالوها في اوشيو توتورا هذه ودي اسوي عنها انمي لان الصراحه صراحه صراحه الرساله انا ادافع عنها مو بس عالم الانمي احنا احنا كعرب كمسلمين كعالم كبشر لازم ندافع عن الرساله هذه احنا أولاً ندافع عن رساله خياليه يا ناس وضح من قبل انه كان في اتفاقيه ما بين البشر والشياطين واهتزت الاتفاقيه هذه الشياطين ما فهموا قصد المراه هذه او تجسيدها في حمايه حكم منو وهذا اللي سبب الزعزعه ما بين البشر والشياطين اللي هو الاختلاف في الرأي الحين بعد ما اندثرت العصور وصارت الكراهية ما بينهم رجعوا يتعايشون بشكل بسيط عن طريق أشيو والزرعة للثقة في تو بعدين واحد الع... العالم... العالم الثاني وزع فيهم الثقة 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 الحين أوساكا زرعت الثقة في بال صار في تحالف صار في تلاحم هذا اللي راح يحتاجونه فعلا في القضاء على هاكومين النومونو لا عندي اعتقاد أو لا مش اعتقاد رغبة إني بشوف تطور للرمح في السيزون الجاي أبي أشوف له تطور أبي أشوف له توحش ترى أنا أحب هالأشياء أحس ان الرمح بيتوحش بيصير له شكل ما يتم بالشكل هذا المتصدع أتمنى أتمنى, أتمنى, أتمنى ان هالشي يصير ايضا من الاشياء أي اللي اتمناها واعتقد انها بتصير انه راح يكون اندماج تحالف ما بين اوشيو وتورا راح نشوف شيء خطير صراحه لو صار هالشي اعتقد ان تطور الرمح بيصير لما يندمج اوشيو وتورا طبعا هذا أمنية عندي واعتقاد انه ممكن هالشي يصير قدام صراحة رحلة رهيبة قضيتها أنا مع الأنمي هذا بكل تفاصيله وكل ما صار فيه العلماء طبعا لازم أعلق على هالشغلة هذه الجوع العلمي الجوع لما يجيك واحد يبي يوصل وكل ما وصل مرحله من الجهد والتعب وخلاص اكل الكتب اكل وفي الاخير يشوف نفسه عاجز لما قالت الطبيبه ان ابنها مات وما قدرت تنقذه على مدى قوتك العلميه وتصل الى العجز هذه هذا اللي يخلي العالم خلاص يتمزق يكره نفسه هنا ينقسمون الى قسمين واحد يغير طريقته ويحاول يلقى طريقه في الدراسه لكن مو بالدرجه انه يفقد نفسه ويفقد قيمه والثاني زي ما سووا العلماء هذول الغايه تبرر الوسيله اثنينهم راح ينجحون لكن هذول يبحثون عن الطريق الاسهل خلاص اثنين عمرنا ما وصلنا للي نبيه لازم نكسر جميع القوانين ما في مجال نلتزم بالقوانين وفي ناس تلتزم بالقوانين في الاخير الحق هو اللي راح ينتصر المواقف الرومانسيه ما بين اوشيو أوساك اتمنى صراحه يا اوشيو او اوساكا كل واحد فيكم الحين يروح يصالح الثاني بحبه له يصاوح الثاني بتعلقه فيه خلاص انا صراحه ما احب اللف والدوران خلاص قل لها احبك قولي لي احبك وانتهينا ليش اللف والدوران والكلام الفاضي رحله جميله قضيناها مع اوشيتوتو زي ما قلت لكم انا سعيد اني صراحه سويت حتى انطباعات عن الانمي هذا انصحني ما شافها لحد الحين يروح ويشوفها في النهايه نقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسون الشير اللايك اللايك السبسكرايب شوفكم